ننتقل إلى صحيفة الانتباه ومنها نطالع الجمارك تسلم المالية خيارات حول الدولار الجمركي. في تفاصيل هذا الخبر وضعت إدارة الجمارك ثلاثة خيارات لتحديد مصير الدولار الجمركي. وقالت مصادر مطلعة بالجمارك إن الإدارة رفعت الخيارات الثلاثة لوزارة المالية لدراستها والخروج بالقرار المناسب. كشفت المصادر أن الخيار الأول حدد سعر الدولار الجمركي 365 جنيها، الثاني 430 جنيها، بينما اقترح الخيار الثالث تحرير سعره، ومن المنتظر أن تتخذ المالية قرارها خلال الأيام المقبلة. أولا قبل أن نتحدث عن الخيارات وما في الخبر، نتحدث بداية عن ما ذكره وزير المالية في آخر مؤتمر صحفي بأنه الدولار الجمركي هو لا يوجد، إنما هو عبارة عن شعار مثلا. وشوف موضوع الدولار الجمركي جزء من التشوهات الموجودة في الاقتصاد السوداني، وهل هو تعدد سعر الجنيه السوداني في المقام الأول، ودي سياسات خاطئة الناس استمروا فيها لفترات طويلة، ودي من ناحية. من ناحية تانية برضو الحكومة عليها ضغوط من الجهات المانحة لأنه يكون في تحرير لسعر العملة السودانية، تجزء وجزء منه في نهاية يونيو مفروض يكون المناقشات بر السودان بخصوص مبادرة إعفاء الدول الفقيرة، إعفاء الدول الفقيرة يعني بسموه هيبك، والسودان ده يصل لنقطة اتخاذ القرار، فدي ضمن الضغوط الخارجية. لكن أصلا موضوع الدولار الجمركي يجي من التشوهات، مفترض تكون في سياسات مرتبطة بالجمارك تحدد أنواع السلع على الأداء جمارك عالية، أنواع السلع بتزاد السلع المرتبطة بمدخلات الإنتاج يكون على جمارك ضعيفة أو تعفى من الجمارك، وكل ما كانت السلع غير ضرورية بتزيد الجمارك عليها، تكون جمارك تراكمية، ما مفروض تكون مرتبطة بدرجة كبيرة إنه سعر الدولار الجمركي شنو، لكن السلع هي شنو، سياستك الضريبية هي شنو، بغض النظر هي دولارها كم، لأنه سعر الجنيه مفروض في أي حاجة سعر الجنيه ده مفروض يكون واحد عند التشوه، وهو ما سعر الدولار، هو الحقيقة سعر الجنيه السوداني يكون واضح ويكون واحد. لكن أنت بتعمل سياسات في الجمارك تعمل حسب نوع السلعة وضرورياتها لك أولوياتها، تعمل قيم طيب مختلفة للجمارك بس، لكن قصة دولار جمركي. طيب نعود للخبر الأستاذ خالد، طيب نعود للخبر الذي تحدث عن ثلاثة خيارات طرحت، هذا ألا يزيد من العبء على المواطن؟ ألا يجعل يعني الأسعار ترتفع مرة أخرى بسبب هذا التحرير الذي يعني كل مرة فيه تحرير معين ومباشرة ينعكس على السوق بزيادات هائلة جدا؟ هو الاستمرار في سياسة تحديد سعر للدولار الجمركي ده جزء من تشوهات الماضي هتستمر فيها. أنت بتعمل سياسات على الجمارك مرتبطة زي ما قلت لك بنوع السلعة، يعني السلع الرئيسية مدخلات الإنتاج والأدوية والحاجات المنغزة للحياة دي بتعمل لها جمارك منخفضة. يعني أنت ليه داخل في دولار جمركي؟ أنت بتصنف السلع وأعمل عليها جمارك حسب أولويات الدولة وأولويات المواطنين. نعم، طيب نتائج هذا القرار؟ القرار ده إذا تم ضمن حزمة تاع سياسات جمركية وضرائبية متكاملة بيكون آثاره ضعيفة على الحياة اليومية للمواطنين، فمختص بالسلع الضرورية والسلع المدخلات الإنتاج، وزيد الجمارك بدرجة كبيرة مثلا على السجائر، على الفواكه، على اللحوم والأسماك والمعلبات والحاجات غير الضرورية. أيوة. أنت بس تصنف السلع، لكن استمرار، لأنه إذا كان أنت الجنيه بتاعك عملتك ما مستغرة، لو عملت سعر لدولار جمركي كل مرة هتضطر تغيره. أنت الصح تطلع من الحاجة دي كله تصنف السلع. إذا الخيار الأنسب أن يرفع الدعم عن يعني ما في تحديد سعر له. الدواء ومدخلات الزراعة والصناعة تكون نفس الدولار، نفس المعايير للتفاح والعنب والتونة واللحوم والأسماك والكريمات والسجائر والمعسل. انت بتاني تحدد اولوياتك، بعدين بناء على السياسه دي بتحدد دي سلع تعفيها من الضرائب، دي سلع تقلل ضرائب، ودي سلع بيزيد ضرائبها بشكل كبير، وبتعمل سلع جمارك اعلى على انت الحاجات اللي بتعمل لها حمايه اللي هو انتاجك المحلي، بتعمل له حمايه
زي ما قلت لك المدخلات تاعت الزراعه والصناعه عشان تعمل لها حمايه لانتاجك المحلي. الحياه ما ضروريه بتزيد عليها، لكن الاستمرار في نفس تحديد اسعار للدولار الجمركي وكل مره تزيده وتنقصه دي اخطاء من الماضي، ولو استمريت في هذه نفس التشوهات الاقتصاديه. نعم.